لو الحكاية فيها إن فيديو وان استدعيت من الشؤون المعنوية للقوات المسلحة أن رسائل هاتفية تصل إلى الرتب يدعون المرسلون معروفون أن العمل بالجيش والالتحاق بالجيش كفر ومعصية بعد أن ساهموا في إنهاك الشرطة أرادوا إسقاط الجيش لحساب إسرائيل. لبيت النداء في تكتم وأنا لي أن أظهره وسارعت إلى مواقع الجنود بمختلف رتبهم من السويس إلى الأسكندرية إلى دهشور إلى إنشاص إلى نفق الشهيد أحمد حمدي نعمل في صمت وتوعية للجيش حتى لا يسقط لحساب إسرائيل التي جندت السلفية والإخوان لتدمير مصر.